إذا الهدف من هذا الفيديو هو تصحيح تمرين عبارة عن مسألة لدالة لوغاريتمية. قال: نعتبر الدالة العددية المعرفة على المجال صفر زائد لا نهاية بما يلي: f لx يساوي x أس 2 ناقص ln لx زائد x ناقص 2، و f منحناها في معلم متعامد ممنظم أو إيجي. ألف بين أن أو أولا بين أن ليميت عندما يؤول x إلى زائد لا نهاية f لx يساوي زائد ما لا نهاية. ثانيا بين أن نهاية f لx عندما يؤول x إلى صفر زائد f لx تساوي زائد ما لا نهاية. ثم أول هندسيا النتيجة. ثالثا بين أن لكل x من المجال المفتوح صفر زائد لا نهاية أن f بريم لx تساوي 2 x أس 2 زائد x ناقص 1 على x. رابعا ضع جدول تغيرات أو جدول إشارة 2 x أس 2 زائد x ناقص 1، ثم ضع جدول تغيرات f. خامسا بين أنه لكل x من المجال صفر زائد لا نهاية f فتحتين أو المشتقة الثانية f سكوند لx تساوي 2 x أس 2 زائد 2 على x أس 2، ثم ضع جدول تقعر cf. سادسا بين أن المعادلة f لx تساوي صفر تقبل حالا وحيدا ألفا على المجال 0.1 0.2 مفتوح. سابعا بين أن cf يقبل فرحا جميعا اتجاهه محور الأراتيب بجوار زائد لا نهاية. ثامنا بين أن معادلة المماس لcf في النقطة ذات الأفصول 1 هي y يساوي 2x ناقص 2. تاسعا أنشئ cf منحنى الدالة f حيث منظم المتجه الواحدية e تساوي 2 سنتيمتر. عاشرا حل في المجال صفر زائد لا نهاية مفتوح المتراجحة f لx أصغر أو تساوي صفر. أنصح هذه الدالة بتلاميذ جميع الشعب العلمية. إذن نبدأ بالسؤال الأول. إذن لدينا الدالة تقول f لx تساوي x أس 2 ناقص ln x زائد x ناقص 2. إذن بسم الله مع السؤال الأول نبين أن نهاية x يؤول إلى زائد لا نهاية لf لx يعني لx أس 2 ناقص ln x زائد x ناقص 2 تساوي زائد لا نهاية. إذا لاحظوا بأن هذه النهاية يعني x أس 2 يؤول إلى زائد لا نهاية، وليميت عندما يؤول x إلى زائد لا نهاية ديال ln x هذه تؤول إلى أيضا إلى زائد لا نهاية مع الناقص تصبح ناقص لا نهاية، وهذا شكل غير محدد. إذا هنا وجدنا شكل غير محدد، سيت اون فورم انديتيرميني، ولهذا وجب علينا أن نفكر في طريقة لإزالة هذا الشكل غير المحدد. والطريقة الأولى أو أول فكرة هي أننا سوف نقوم بالتعميل. إذن سنعمل بX. لاحظوا الإشكال لا يخلقه لنا ناقص 2، وبالتالي سنعمل فقط بX بالنسبة للحدود الثلاث الأولى. إذن X يؤول إلى زائد لنهاية X عامل على X ناقص ln X على X زائد 1 ناقص 2. الآن تصبح هذه النهاية تؤول إلى زائد لا نهاية، هذه النهاية تؤول إلى صفر، هذه النهاية تؤول إلى زائد لا نهاية، وهذا العدد يؤول إلى زائد لا نهاية. إذن زائد لا نهاية في زائد لا نهاية هو زائد لا نهاية. إذن النتيجة هي زائد لا نهاية، وممكن أن نعلل لأن ليميت عندما يؤول x إلى زائد لا نهاية ديال x تساوي زائد لا نهاية، ونهاية ln x على x أيضا تساوي صفر عندما يؤول x إلى زائد لا نهاية. طيب من بعد الآن سنمر إلى السؤال الثاني. نبين أن ليميت عندما يؤول x إلى صفر زائد f لx تساوي زائد لا نهاية. إذا نكتب السؤال ليميت x يؤول إلى صفر زائد ديال x أس 2 ناقص ln x زائد x ناقص 2 تساوي. لاحظوا معي بأن هذه النهاية أو x أس 2 تؤول إلى صفر. بالنسبة للln x في زائد لا نهاية تعطينا ناقص لا نهاية مع ناقص، إذا هذه النتيجة ككل ستؤول إلى زائد لا نهاية. وبالنسبة لx يؤول إلى زائد لا نهاية، إذا صفر زائد لا نهاية زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية، ناقص 2 ستبقى زائد لا نهاية. إذا شنو هو التعليل؟ التعليل هو هذه الأسهم اللي درنا حنايا، يعني غنقولوا لأن إذا نكتب تساوي زائد لا نهاية لأن ليميت عندما يؤول x إلى صفر زائد ديال ناقص ln x هي زائد لا نهاية، و ليميت x يؤول إلى صفر زائد x مربع زائد x ناقص 2 تساوي ناقص 2. إذا ناقص 2 زائد لا نهاية هي
زائد لا نهاية. إذا نوضح هذا التعليل هنايا، هذه هي ناقص اثنان. طيب الآن نمر إلى التأويل الهندسي. ما هو التأويل الهندسي؟ نقول بما أن ليميت عندما يؤول x إلى صفر زائد ديال f لx تساوي زائد لا نهاية، فإن سيف يقبل مقاربا عموديا معادلته x يساوي صفر. طيب اللي هو محور الأراتيب. نمر إلى السؤال التالي، هو المشتقة. الآن نحسب المشتقة f بريم. إذا لدينا f بريم تساوي هي مشتقة x مربع ناقص ln x زائد x ناقص 2. مشتقة x تساوي 2 هي 2 x. مشتقة ln x هي 1 على x مع ناقص هي ناقص 1 على x. ثم مشتقة x هي 1 ومشتقة ناقص 2 هي 0. إذا لا داعي لكتابة 0. الآن سأوحد المقام، مقام واحد هو x. إذا أكتب x هنا، هنا هذا التعبير اللي هو 2 x شنو هو المقام ديالو؟ هو 1. وهناش عندي 1، يعني باش يولي المقام واحد يعني غنضرب هنا في x وغنضرب هنا في x. حتى هنا غنضرب في x وهنا غنضرب في x، أتولي عندي 2x فوا x، يعني هي 2x أو كاري، يعني جوج x وسي 2 ناقص 1، وهنا 1 في x هي زائد x. وهذا هو المطلوب. يكفي أن أغير ترتيب الحدود هنا، أتولي جوج x وسي 2 زائد x ناقص 1 على x. هذه هي المشتقة الأولى. سؤال 3، ضع جدول إشارات 2x وسي 2 زائد x ناقص 1 ثم ضع جدول تغيرات f. نحدد الآن جدول إشارات 2x أس 2 زائد x زائد ناقص 1. إذن باش نحدد جدول الإشارة ديال الحدود من الدرجة الثانية، شنو كنمشيو نديرو؟ كنمشيو نحسبو دلتا، المميز دلتا. دلتا كنحسبوه، دلتا شنو هو؟ دلتا هو ب أس 2 ناقص 4 أسي. باش كنعرفو الجذور ديال هاد الحدودية أو حلول المعادلة، يمكن لك تقول جذور الحدودية أو حلول المعادلة. شكون هي المعادلة؟ هي 2x أس 2 زائد x ناقص 1 تساوي 0. 2x أس 2 زائد x ناقص 1 تساوي 0، هذه معادلة. باش تقلع الحلول ديالها كتمشي تحسب دلتا. شكون هو أ؟ أ هو 2. وشكون هو ب؟ هو ب هو العدد المضروب في x هو 1. وشكون هو سي؟ هو ناقص 1. كتمشي تعوض هنايا، أ دلتا هو ب، يعني ب أ دلتا هو 1. إذا هنا كاين واحد واحد هنا مكيبانش لينا، إذا هو 1. إذا 1 أس 2 ناقص 4 في أ. أ شكون هي؟ هي 2 والسي هي ناقص 1. صافي كدير آلة حاسبة وكتحسب كتلقى 9. هاد 9 موجب قطعا، وبالتالي غيكون عندنا جوج حلول. إكس واحد هو ناقص بي، ناقص بي يعني ناقص بي مقصود ناقص بي هو ناقص واحد، زائد جذر دلتا، جذر دلتا، جذر 9 على 2 أ. أ أ هي 2، 2 في 2 و إكس 2. الحل الثاني هو ناقص واحد ناقص جذر دلتا يعني جذر 9 على جوج في أ يعني جوج في جوج. إذا x1 تساوي ناقص 1 زائد 3، لأن جذر 9 هي 3 على 2 في 2، 2 في 2 4. و x2 يساوي ناقص 1 ناقص جذر 9، جذر 9 كم؟ هو 3. جيد، 2 في 2 كم؟ 2 في 2 هي 4. تولي x1 تساوي ناقص 1 زائد 3، ناقص 1 زائد 3 2 على 4 هي كم؟ 1 على 2. إذا ها هو الحل الأول. و x2 يساوي ناقص 1 ناقص 4 ناقص 3 هي ناقص 4، ناقص 1 ناقص 3 خسرنا 1 وخسرنا 3 هي ناقص 4 على 4 تساوي ناقص 1. هذا هو الحل الثاني. من بعد ما لقينا الحلين كنمشيو كنديرو جدول الإشارة. كنوضعو هنايا السطر الأول خاص بx، كنكتبو هنا ناقص لا نهاية وهنا زائد لا نهاية. كنكتب هنا الحلين اللي لقيت اللي هما ناقص 1 و 1 على 2. كنكتب الصغير هو الاول ناقص 1 تندير خط وسط منه 0، ثم 1 على 2 تندير خط وتندير وسط منه 0. وعندي هنايا الاشاره او التعبير ديالي، التعبير اللي عندي هنا هو 2 اكس، 2 اكس اس 2 زائد اكس ناقص 1 على اليمين وعلى اليسار، اقصى اليمين واقصى اليسار تنديروا اشاره أ. أ شكون هو؟ أ شكون هو؟ أ هو 2، أ يساوي 2. هاد 2 فهو عدد موجب، يعني غنديروا زائد على اليمين وعلى اليسار، ووسط كنديروا العكس يعني ناقص. اذا من بعد ما درنا الاشاره ديال الحدوديه قال لك استنتج
جدول إشارات أو جدول تغيرات الدالة F. إذا جدول تغيرات الدالة F يمكن أن يكون امتداد لهذا جدول الإشارة. إذا فقط سنكتفي بالأعداد الموجبة أو بالحلول الموجبة، متفقين؟ لأن الدالة ديالنا معرفة على المجال صفر زائد لا، صفر زائد لا نهائي، يعني غنهتم فقط بالأعداد من صفر إلى زائد لا نهائي، يعني هذا الجزء من الجدول لن نشتغل عليه، متفقين؟ إذا غنجي غندير هكذا، غنحط هنايا إكس، هنا غندير إف بريم لإكس، هنا صفر، الدالة غير معرفة في صفر، كتنعدم إف بريم في واحد على جوج، كتنعدم حتى في ناقص واحد، ولكن ناقص واحد ما داخلش في هذا المجال. عندي على اليمين ديال واحد على جوج عندي زائد، وعلى اليسار عندي ناقص. صافي، إذا الآن غادي نوضع هكذا، نوضع هنا إف لإكس، وغنمدد، نجي هنايا، غنلقى هنايا الدالة التناقصية، وهنا الدالة التزايدية. وثم واحد على اثنان نحسب الصورة ديالها، صورة واحد على اثنان كنمشي للدالة وكنعوض أو كنحسب بواحد على اثنان، إف لواحد على اثنان تقريبا هتعطينا، مهم هتعطينا واحد على اثنان، ما عطاوناش في الأسئلة شي نتيجة، كي حنا نحسبو على حسيبة نعطيو تقريب، ناقص إلين واحد على اثنان زائد اثنان أو زائد واحد على اثنان ناقص اثنان، صافي ونحسبو. في السؤال 5 نبين أن f سوف تساوي 5 2 x أس 2 زائد 2 على x أس 2. إذن بداية لدينا f بريم اللي هي المشتقة الأولى تساوي 2 x أس 2 زائد x ناقص 1 على x، نريد أن نشتق هذا التعبير. إذن هذا التعبير يشبه أو هو على صيغة u على في. U على في ماذا نفعل؟ نكتب U بريم في ناقص U في بريم على في أس 2. إذن تصبح لدي 2 X أس 2 زائد X ناقص 1 بريم مضروبة في X ناقص 2 X أس 2 زائد X ناقص 1 مضروبة في X بريم، يعني مشتقة X، هادشي كامل نقسمه على x أس 2. إذن سوف أشتق، شنو هي المشتقة ديال 2 x أس 2؟ بالنسبة ل 2 عدد ثابت، غنشتقو فقط x أس 2، غتعطينا 2 x، 2 x في 2 هي 4 x. مشتقة زائد x هي زائد 1، هادشي كامل بين قوسين، مشتقة ناقص 1 هي 0 مضروب في x ناقص، ثم أشتق x هي 1، يعني غيبقى ليا 2 x أس 2 زائد x ناقص 1 على x أس 2. سأتخلص الآن من الأقواس، x في 4 x تعطيني 4 x أس 2، x في 1 هي x، ثم أزيل الأقواس تعطيني ناقص 2 x أس 2 ناقص x زائد 1. طيب إذن هذه النتيجة، يعني تعطينا 2 x أس 2 زائد 1، لأن ناقص x مع زائد x غتمشي، غتبقى زائد 1 على x أس 2. إذن هذا التعبير فهو هنا نورمال على 1 زائد 1، إذن هذا التعبير فهو تعبير موجب، وبالتالي فإن الـ CF هذا دائما موجب، إذن الـ CF مقعر نحو الأراتيب الموجبة. بالتالي نقول أن الـ CF محدب أو مقعر نحو الأراتيب الموجبة. إذن نضع هكذا F سكوند، هنا كنوضع يعني مجال التعريف، F سكوند ديما موجبة، إذن غيكون منحنى هكذا تقعر الـ CF بهذا الشكل. إذن لا توجد نقطة انعطاف، المشتقة الثانية لا تنعدم، وبالتالي المنحنى محدب، سيف محدب. السؤال الثالث يقول، نحن الآن في السؤال الثالث هنا، إذن قمنا بإنجاز الأسئلة السابقة، الآن نحن وصلنا إلى السؤال الثالث. بين أن المعادلة f(x) تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا على المجال
0.1 0.2. إذن بداية يجب أن نتعرف على الخاصية اللي غنطبق هنايا. شنو هي الخاصية اللي غنطبق؟ هي مبرهنات القيم الوسيطية. إذا غنستعمل مبرهنات القيم الوسيطية على المجال 0.1 0.5. إذا نقول لدينا F متصلة. إذا أول حاجة هي الاتصال، لا بد من نشير لهذه المسألة اتصال. إذا لدينا F متصلة على أي مجال؟ على المجال 0 زائد لا نهاية، وبالخصوص على المجال 0.1 0.2. سأغلق المجال، وهذا ضروري لكنني سأحسب، لأنني غادي نحسب الصور اللي هي 0.1 و0.2، و F رتيبة قطعا، يعني تزايدية أو تناقصية. حسبنا وقلنا بأن المجال أو الدالة F F بريم تنعدم في 1/2 على اليمين موجبة وعلى اليسار سالبة. إذن بما أن F تناقصية قطعا على المجال، تناقصية قطعا لأن 0.5، إذا F تناقصية قطعا على المجال 0.1 0.2، إذن تناقصية قطعا. إذن الشرط الأول قلنا متصلة، الشرط الثاني تزايدي تناقصية قطعا. إذن ونحسب الآن صورة 0.1. 0.1 هي 0.1 أس 2 ناقص ln 0.1 زائد 0.1 ناقص 2. هذه أعطينا 0.01 ناقص ln 0.1 ناقص 1.9. إذا أعطينا ناقص 0.89 ناقص ln 0.1. إذن هذا العدد هذا فهو عدد باستعمال آلة حاسبة، سنجد أنه كم يساوي. سنحسب ln 0.1، ملي غندخلو عليه الآلان عندنا ناقص 2.3. إذن مع الناقص تولي زائد 2.3، وبالتالي هذا التعبير راه موجب قطعا. ثم نحسب f 2، f 0.2 هو شحال؟ 0.2 أس 2 ناقص ln 0.2 زائد 0.2 ناقص 2. 0.2 أس 2 0.2 أس 2 إذن 0.2 ضرب في 0.2 يعطينا 0.04. إذن 0.04 ناقص ln 0.2 ناقص 1.8، إذن تعطينا ناقص 1.76 ناقص 1.76 ناقص ln 2 أو ناقص ln 0.2. إذا باستعمال آلة حاسبة نجد 0.2 ln تعطينا ناقص 1.6. إذا هذا تعبير سالب، سالب لأن 0.6 مع ناقص زائد 0.6 ناقص 1.7 عدد سالب. وبالتالي نقول أن F لي 0.1 مضروبة في F لي 0.2 سالب. هذه النقطة الثالثة. إذن من خلال 1 و 2 و 3، يعني من خلال هاد النقط اللي سطرت عليهم، حسب نقول حسب مبرهنات القيم الوسيطية فإن المعادلة 0 تقبل حلا وحيدا ألفا من المجال 0.1 0.2. الآن نمر إلى السؤال رقم 7. سؤال 7، الآن نحسب أو نحاول الإجابة على السؤال الثاني. الآن نجيب على السؤال رقم 7. السؤال رقم 7 يقول بين أن السائل يقبل الفرع عن شجرة يمين اتجاهه محور الأراضي بجوار زائد لا نهاية.
لدينا النهاية عندما يقول x إلى زائد لا نهاية لـ f لـ x تساوي زائد لا نهاية، وهذه النهاية ما عندهاش تأويل هندسي، خصنا ضروري نمشيو نحسبوا الليميت ديال f لـ x على x. علاش؟ لأن هادشي شفناه في الدرس، وقلنا بأنه إلا كان عندنا ليميت عند زائد لا نهاية هي ما لا نهاية، كنمشيو نحسبوا نقارنوا الخارج، نهاية الخارج f لـ x على x، وعندنا هنا احتمالات، إما غتكون نتيجة صفر أو غتكون نتيجة ما لا نهاية أو غتكون نتيجة عدد أ. إذا خرجت لنا صفر تنقولوا هناك فرش الجانب باتجاه محور الأفاصيل، إذا خرجت لنا ما لا نهاية تنقولوا هناك فرش الجانب باتجاه محور الأراتيب، وإذا خرجت لنا أ لا نستطيع القول أي شيء. إذا نحسب الآن ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية إف لإكس على إكس. إذا نبدأ على بركة الله، لدينا ليميت إكس يؤول إلى زائد لا نهاية f لx في هذا التمرين هي x أس 2 ناقص ln x ناقص ln x ln x زائد x ناقص 2، نقسم الكل على x تساوي ليميت x يؤول إلى زائد لا نهاية x أس 2 على x ناقص ln x على x، x على x هي 1 ناقص 2 على x، إذا تساوي x يؤول إلى زائد لا نهاية، نختزل x مع x تبقى x ناقص ln x على x زائد 1 ناقص 2 على x، 2 على x، إذا تساوي هاد النتيجة هذه تعطينا زائد لا نهاية، هاد النتيجة تعطينا صفر، وهاد النتيجة تعطينا صفر، إذا شقلنا في الآخر زائد لا نهاية، إذا النتيجة هي زائد لا نهاية. نقول في هذه الحالة أن السائف يقبل، ومنه السائف يقبل فرعا جلجميا باتجاه محور الأراتيب، ومنه السائف يقبل فرعا جلجميا باتجاه محور الأراتيب. إذا انتهينا من هذا السؤال، الآن نمر إلى السؤال رقم 8. بين أن المعادلة المماس للسائف في النقطة الأفصول واحد هي y يساوي 2x ناقص 1. إذا سؤال 8، بصفة عامة معادلة المماس t هي f بريم ل 1 عامل ل x ناقص 1 زائد f ل 1. إذا نعلم أن f بريم ل x تساوي 2 x أس 2 زائد x ناقص 1 على x. هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا أن f بريم ل 1 تساوي، نعوض هنايا، 2 في 1 أس 2 زائد 1 ناقص 1 على 1، وهذه النتيجة هي 2. و f ل 1 نمشي نعوضه في الدالة f ل 1، وهنا عطينا 1، هنا ln 1 هي 0، وهنا 1، 1 زائد 1 2 ناقص 1 0، إذن غيبقى لنا في الأخر f ل 1 هي 0، إذن f ل 1 هي 0، إذن ومنه إكراك معادلة المماس عند النقطة ذات الأفصول 1 هي 2 عامل ل x ناقص 1 زائد 0، ثم أنشر 2 في x هي 2x، 2 في 1 هي 2، صافي، هذه هي معادلة المماس عند النقطة ذات الأفصول 1. الآن إنشاء المنحنى، نأخذ المعيار ديال إي يساوي 2.